دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الأول. هذا بيت. هذا مسجد. هذا باب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا سرير. هذا كرسي. ما هذا؟ هذا بيت. أهذا بيت؟ نعم، هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. التمرين الأول. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ التمرين الثاني. أهذا بيت؟ أهذا مفتاح؟ أهذا قميص؟ أهذا نجم؟ التمرين الثالث. اقرأ واكتب. هذا مكتب. هذا مسجد. هذا قلم. هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي. أهذا بيت؟ لا، هذا مسجد. ما هذا؟ هذا مفتاح. من هذا؟ من هذا؟ هذا طبيب. من هذا؟ هذا ولد. من هذا؟ هذا طالب. أهذا ولد؟ لا، هذا رجل. ما هذا؟ هذا مسجد. من هذا؟ هذا تاجر. هذا كلب. أهذا كلب؟ لا، هذا قط. هذا حمار. أهذا حمار؟ لا، هذا حصان. وما هذا؟ هذا جمل. ما هذا؟ هذا ديك. من هذا؟ هذا مدرس. أهذا قميص؟ لا، هذا منديل. تمرين. اقرأ واكتب. ما هذا؟ هذا قلم. هذا كلب. من هذا؟ هذا طبيب. هذا جمل. أهذا كلب؟ لا، هذا قط. أهذا ديك؟ نعم. أهذا حصان؟ لا، هذا حمار، هذا منديل، أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل.